هذه الأشياء إن قمت بها فأنت من أهل الجنة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وفي ذلك بيان جلي أن النساء مساويات للرجال في القدر والمكانة، فلا يوجد أي شيء ينقص مكانهن وقيمتهن. ولقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأمر بمراعاتهن والاهتمام بهن دائما، إذ قال في وصيته يوم الحج: استوصوا بالنساء خيرا. وكرم الإسلام المرأة في حال كونها أما، فقد أوصى الله تعالى بالأم في القرآن الكريم في أكثر من موضع، حيث قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يخرج معه للجهاد، فأجابه النبي عليه السلام فقال: أمك حية؟ فقلت: نعم. فقال: إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إذا قامت بهم المرأة أصبحت من أهل الجنة، وأول هذه الأشياء هي: إذا صلت المرأة خمسها. فهذا أمر صعب على النساء ويصعب الالتزام به لما لهم من عذر، ولكن ليس هذا معناه التزام المرأة بصلاة الخمس فقط واستشهدت الجنة. بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءاته، أخرجه البخاري. ومن فضائل النوافل أيضا أنها تنجي العبد من النار برحمة الله تعالى، وتحط عنه الخطايا وترفع درجاته في الجنة. فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. رواه أصحاب السنن. والشيء الثاني هو صيام شهرها، هو أيضا شيء صعب لنفس السبب وهو الحيض، وهو شيء ليس لها يد به. لذلك يعد صيام رمضان ليس بالشيء السهل، لذا توعد الله للنساء الصائمات بالجنة والنعيم، ولكن يحرم عليه الصيام إن كنا دون إذن من زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الشيء الثالث هو حفظ الفروج، حيث قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقد توعد الله أيضا لمن يحافظون على فروجهم بالجنة ونعيمها، ولمن لا يتقي الله في شرفه وعرضه توعد الله لهم بنار جهنم والعذاب الأليم. وآخر هذه الأشياء هو طاعة الزوجة لزوجها، حق الطاعة. فإن هذا الحق منبثق من قوامة الزوج على الزوجة، فالقوامة تشمل الأمر والرعاية وإسداء النصح، وعلى الزوجة أن تمتثل له في أمره إلا ما كان في معصية الله تعالى، ويجب عليها أن تقيم مع زوجها في المسكن الذي آمنها فيه على نفسها ومالها، وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون زوجة ناشزا، وعليها أن تكون محسنة لأهله وحافظة لماله. وكل ذلك ضمن أحكام مفصلة في فقه الأحوال الشخصية.